لعل الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سوريا تركت أثرها على الأطفال، وخاصة الأثر النفسي، مما أدى إلى تغيير بعض السلوكيات فيهم. وهذا ما حرصت عليه منظمة طلائع البعث فرع الحسكة بالتعاون مع مديرية التربية بالحسكة والجمعيات الأهلية ومنظمة اليونيسف للبحث في المشكلات النفسية لدى الأطفال والعمل على إيجاد الحلول، وذلك خلال ورشة العمل التي افتتحت بالمركز الثقافي العربي بالقامشلي. اليوم وفي هذا المكان نستطيع أن نقول نحن في مصنع لطرح المشكلة وإيجاد الحلول لها. ما سنقدمه للأطفال سنبني به جيلا واعدا هو رديف الجيش العربي السوري، هو الجيش الذي تنتظره سوريا الجديدة المتجددة. لابد من هذه الدورات لدعم أطفالنا، لكن أطفالنا كانوا على قدر عادل من المسؤولية نتيجة وجود الأهالي والدعم لهم ووجود الكادر التربوي الذي دعمهم في التأقلم والتكيف مع كل الظروف. ركزنا من خلاله على دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية في معالجة هذه المشكلات. طبعا الدور الأساسي هو للأسرة، وكون الأسرة هو بالأساس الحاضنة الأولى للأطفال، ولذلك نحن نعطي أهمية لمشاركة الأطفال في هذه لمشاركة الأسر في هذه الورشة. الموضوع الأول هو موضوع الخوف من المدرسة، ونتناول في هذا الموضوع مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى خوف الطفل وبالتالي الهروب من المدرسة أو المقاومة والامتناع عن الذهاب إلى المدرسة. ورشات وندوات تقدم الخبرة والمعلومة الصحيحة في التعامل مع الأطفال وترميم ما هدمته الحرب، ونقل الطفل السوري من آثار الحرب عليه إلى العلم والمعرفة والفرح.